السلام عليكم. يكاد الشهر الأول من عمر مشاورات الكويت أن ينقضي بين شد وجذ وركود وجمود وتحركات طفيفة في مسار محادثات السلام وسط عرقلة واضحة من قبل تحالف الانقلاب الذي شكل حجر عثرة في طريق الحلول السلمية كما يقول متابعون. فلا جديد إلا الركود فيما يتعلق بمستجدات اللحظة الراهنة في مشاورات الكويت باستثناء التصريحات التي تأتي من هنا أو هناك وتحمل في طياتها مواقف وتباين الأطراف المحلية والإقليمية إزاء المشهد السياسي في اليمن وأبعاده الإقليمية وحتى الدولية. فعلى لسان رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال: نحن نناقش من أجل عودة الدولة لتكون مصدر أمان للجميع، وهم يفكرون فقط بالسلطة ويطالبون بحكومة توافقية وتقاسم السلطة. وأضاف المخلافي: نستغرب كيف تستطيع ميليشيا انقلبت على الدولة ودمرت المؤسسات والقوانين والجيش أن تعتبر اقتسام السلطة هي قضية مقدمة على استعادة الدولة. فما دلالة الركود الذي اكتنف المشاورات في الكويت التي تمضي بخطى متعثرة؟ وماذا عن تهرب تحالف الانقلاب من مسألة استعادة الدولة إلى البحث عن القسمة المطولة للسلطة باعتبارها غنيمة على حساب مصلحة الشعب؟ حول الركود السائد والتباين في مشاورات الكويت ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ونعود إليكم. لأسبوعها الرابع تمضي مشاورات الكويت التي تتسع فيها الهوة بين طرفي المشاورات وتغيب أفاق الحلول الممكنة. يقول رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي: نحن نناقش من أجل عودة الدولة لتكون مصدر أمان للجميع، وهم يفكرون فقط بالسلطة ويطالبون بحكومة توافقية وتقاسم للسلطة. هكذا تضيق العبارات لتختزل السلطة مقابل السلام، مبدأ يذكر بمثيله الإسرائيلي الذي يقوم على خيار الأرض مقابل السلام لتغيب معه مطالب شعب ومظلوميته طيلة عام ونصف من الحرب والحصار وغياب الدولة. فيما يغادر مشاركون في الوفد الإعلامي للحكومة الكويت مؤكدين فشل المشاورات وعبثيتها بسبب إصرار الميليشيا على إجراءاتهم الإنقلابية وعدم الحزم من قبل المبعوث الأممي ومراوغتهم المستمرة. وعلى الأرض تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع خروقاتها بالقصف والحصار والهجمات في تعز والبيضاء والجوف وشبوة، وتطلق صاروخا باليستيا باتجاه الأراضي السعودية، هو الثاني خلال أقل من أسبوع بحسب إعلام الميليشيا. رد يؤكد استمرار النوايا العدائية للداخل والخارج من قبل ميليشيا الحوثي التي لا هدف لها من الحرب سوى الحرب ذاتها، كما تؤكد تجارب اليمنيين. فالتحركات العسكرية التي تقوم بها الميليشيا مستغلة الهدنة دفعت بطائرات التحالف العربي للعودة إلى سماء الحرب مرة ثانية، هذه المرة بغارات على موقع مهلهل العسكري بمحافظة عمران. ورغم تأكيدات المبعوث الأممي المستمرة للمجتمع الدولي إيجابية المشاورات وهو ما يقتضيه دوره الدبلوماسي، إلا أن واقع الأمر يشتي بانسداد أفقها، خصوصا مع الكلفة الباهظة التي يدفعها اليمنيون جراء استمرار الحرب وانتهاكات الميليشيا ضد المدنيين، والأكثر هو صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في اليمن. إذن مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا عبر سكايب الأستاذ صالح الحميدي الإعلامي من الكويت. مساء الخير أستاذ صالح. مساء الخير أستاذ. أستاذ صالح، يعني أسابيع مرت في مشاورات الكويت في ظل خطى متعثرة وأيضا تهرب وفد الانقلاب ويعني مخالفة الكثير من الوعود التي قطعها أو الاتفاقيات التي تبرم، كيف تقرأ الأسابيع التي مرت؟ أولا أهني قناة بلقيس على كل النجاحات التي تحققها. شكرا. وهذه هي الطلة الأولى لي في هذه القناة وسعيد بطلتي عليها. وسنعود من البداية، كان من الواضح منذ البداية أن الوفد الحكومي قدم إلى الكويت ولديه هدف واحد هو السلام، معتمدا على المرجعية الثلاثة المتمثلة في القرار الأممي 22-16 وعلى المبادرة الخليجية والآليات التنفيذية وعلى مخرجات الحوار. بينما كان حضور وفد الميليشيات الانقلابية أيضا لهدف واحد وهو تعطيل أي اتفاقيات من شأنها التقدم نحو السلام، معتمدا على ثلاثة محاور. المحور الأول تحييد الطيران حتى يتمكن من استعادة الأرض التي فقدها نتيجة الضربات الموجهة إليه من المقاومة ومن الجيش الوطني
وطيران التحالف. نعم. المحور الثاني فهو تعطيل المسار السياسي، وال يعني ما لم يكن هذا المسار يعني يتحدث عن حكومة شراكة تشرعن للحوثيين الانقلاب. نعم. أما المحور الثالث وهو الدفاع المستميت عن القاعدة واعتبار أي محاولة لضربها هو خرق الهدنة. هذا كان واضح منذ البداية. نعم. نتحدث بعد كده. نعم. نأتي بعد. أيوة تفضلي. تفضل. نأتي إلى الخطوة الثانية بعد كده. بدأوا يتفقون مع ولد الشيخ في الغرف المغلقة، ثم يظهرون أمام وسائل الإعلام لينكروا كل ما تم من اتفاقية. يعني أتوا هنا لممارسة الخداع والمماطلة والعرقلة والتوتر. طيب ألا تلاحظ معي أستاذ صالح أن هذا الأمر ما دعاهم إلا أن ينكشفوا أكثر أمام اليمنيين وأمام المجتمع الدولي ما الفائدة التي سيجنونها فعلا إن كانت هذه هي يعني أهدافهم من الذهاب، سوى أنهم ألحقوا بأنفسهم كل هذه يعني المسميات بأنهم يخالفوا المواعيد الدولية وبأنهم لم يذهبوا للسلام وإلى ما ذلك. هم أصلا ميليشية العار. ميليشية العار يعني ماذا تريد؟ أن إذا كان واحد هو العار يلبسه من رأسه إلى أساسه فليس أمامه شيء يفقده، لكن أتوا إلى هنا لإفراغ القرار الأممي 22/16 من محتواه. تمام. هذه خطوة أولى بالنسبة لهم. الخطوة الثانية الدخول في شراكة، وبعد الشراكة سينقلبوا كما انقلبوا كل مرة. طيب ألا يعني هل تجد معي أن انسداد الأفق السياسي ربما يكون هو الحاضر الأبرز في مشاورات الكويت؟ يكذب من يقول أنه هناك الآن أمل في الخروج بحل يرضي الشارع أو اليمن. هؤلاء الناس أو هؤلاء الميليشيات سدوا كل الأفق، وبالتالي كما قال عبد الملك المخلافي اليوم وصلوا إلى قناعة بأن هؤلاء لا يريدون السلام، بعكس ما يشيع محمد عبد السلام الذي يقول أتينا من أجل الاتفاق، أتينا من أجل السلام، أتوا من أجل مزيد من العراقيل، يعني سعداء أو يفتخرون بأنهم ينتهجون النهج الإيراني القائم على خطوة للأمام ثم خطوة للخلف، وبالتالي لا أمل في أي حل. طيب يعني إذا ما الذي سيقوم به الوفد الحكومي بهذا الشكل طالما وصل إلى هذه القناعة؟ وتصريح ربما عبد الملك المخلافي كان خير دليل على هذه القناعة. هل سيستمرون في هذه المشاورات بهذا الشكل وبهذه الآلية؟ أستاذ أسيان، وفدنا وفد حكومة دولة، يعني بيتصرف من مبدأ الدولة وليس من مبدأ الميليشيات. سيحاول أن يكسب المجتمع الدولي ويعريهم أكثر، لأنه يدرك أنه أي عودة ستنعكس على المواطن، ستنعكس على مزيد من إراقة الدماء والدمار، لأنه يدرك أنه الصبر والحكمة هو من أساسيات الدولة أو رجال الدولة، أما هؤلاء رجال عصابات أو رجال. لكن حتى الآن أستاذ صالح يعني ربما المشهد قد اكتمل أمام المجتمع الدولي، أمام الناس، اتضح من يعرقل مسار السلام، اتضح من يعني يغير كل الاتفاقات التي يتم بها، فلما يعني الوصول إلى هذه المرحلة من الاستمرار في مسرحية هزلية كما نرى؟ ضبابية الموقف الدولي هو من يتركنا الآن نعيش حالة الحيرة. نعم. ما زال الموقف الدولي ليس بتلك الجدية التي تطالب هذه الجماعات أو تضغط على هذه الجماعات للدخول في مفاوضات حقيقية. إذا كنا حتى الآن 4 أسابيع لم نتفق على جدول الأعمال، فتخيل لماذا ممكن يكون في المرحلة القادمة. نعم. في شيء مهم جدا، مثلا حتى لما اتفقوا على الأسرى والمعتقلين كانت الفريق الوحيد الذي تجاوز. نعم يعني نعود لا نعود لهذه النقطة أستاذ صالح. لا لا وجد إطار زمني. نعم. نحن الآن حتى الآن في هذه المفاوضات أول مفاوضات تقام بدون إطار زمني. الإطار المفتوح ترك لهم مزيد من الحرية للتحرك للمماطلة ربما. نعم أستاذ صالح اسمح لنا فقط أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف دكتور معين عبد الملك عضو فريق المشاورات الحكومي من الكويت. مساء الخير دكتور معين. مساء النور دكتور معين. برأيك يعني ما هي دلالة الركود الذي اكتنف المشاورات الكويت والتي يعني يراها مراقبون أنها تمضي بخطى متعثرة؟
هناك اجتماع لرئاسة الفريقين اليوم، أعتقد بعد أسبوع من أعمال اللجان. كان هناك تفاؤل ببدء عمل اللجان بأجندة واضحة ومهام واضحة، لكن خيم الإحباط مع نهاية الأسبوع الماضي بتوقف كل المسارات في اللجنة العسكرية والأمنية، في اللجنة السياسية، وواضح أنه الطرف الآخر يحاور نفسه، واضطر المبعوث أن يعقد جلسات محاولة لخلق مسارات جديدة أو لإعادة يعني خلق حالة من الانفراج. لكن ما حدث أنه اتضح المجتمع الدولي ولكثير من المراقبين أن الطرف الآخر يحاور نفسه، الانقلابيون يحاولون أن يروجوا لنفس الأوهام، لم يخرجوا من نفس الرؤى. توقف النقاش في اللجنة العسكرية والأمنية، حتى لجنة المعتقلين يعني التفكير فيها أشبه بأنهم التعامل كرهائن مع المحتجزين السياسيين. هناك استياء واسع من ما وصلت إليه المشاورات في أسبوعها الرابع. نعم، وربما هذا ما ظهر في تصريحات يعني الدكتور المخلافي وهو يتحدث عن هذا الأمر. ولكن اسمح لي يعني أسألك أستاذ دكتور معين، يعني إلى متى سيظل الأمر على ما هو عليه؟ اتضح موقف الانقلابيين مرة بعد أخرى، انكشف للمجتمع الدولي منذ أسابيع، وربما في كل يوم يبرز مدى يعني تخبطهم ومدى عدم جديتهم في هذه المشاورات، ثم ماذا؟ المجتمع الدولي يضغط لأنه يرى أن هذه الجولة كانت جولة جادة ويحاول الوصول لحلول. بعض الأحيان تحتاج أن تتبع من يروج لهذه الأوهام وهذه الرؤى حتى النهاية، وقد اتضح لكثير من المراقبين وسفراء الدول الراعية مواقف الطرف الآخر أو الانقلابيين بشكل واضح. نعم، طيب أنتم موقفكم كوفد حكومي دكتور عبد معين، يعني ألا تفكرون باتخاذ موقف جاد حيال ما يحدث؟ إذا لم يكن هناك انفراج خلال يوم يومين فهي تسير إلى نهاية، المشاورات تسير إلى نهاية. وأعتقد أنه سيكون هناك توقف عند مرحلة ما بعد تقديم الرؤى ما لم يتحرك الطرف الآخر، وبالأخص في اللجنة الأمنية العسكرية. كان هناك حديث جاد عن الانسحاب وتسليم السلاح، عن لجان من رجال الجيش، من الأكاديميين، ليس لدينا مانع حتى في نقاش المعايير واختيار الأسماء. كان ممكن يكون هناك يعني خطوات جادة، لكن الطرف الآخر رفض الخوض في هذه المحاور نهائيا، مما خلق انسداد حقيقي في المشاورات. طيب يعني وكذلك في اللجنة السياسية. نعم دكتور عبد المعين، يعني كيف تقيم أداء الأمم المتحدة وضغوطات المجتمع الدولي؟ هل تجد أنها فعلا قادرة على يعني جعل ميليشيا الحوثي وصالح أن يعني تتقدم ولو خطوات معقولة لما يحدث في المشاورات، أم أن هناك يعني لا يوجد ضغوط حقيقية نستطيع التعويل عليها؟ في الأخير هناك طرف لا يبالي بما يحدث، وهذا واضح. طرف دمر مؤسسات الدولة وأوصل البلد إلى انهيار اقتصادي كامل، وهذا يعني هناك ضغوط عليهم، لكن لا أدري إلى أي مدى سيتم الاستجابة لها. نعم، طيب الدكتور معين، يعني ولو سألتك الوضع الاقتصادي الآن يعني يزداد سوءا للأسف الشديد، الدولار يصل إلى 300 ريال، الوضع كارثي كما يقال، خاصة أنه نحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، ما الذي تقدمه الحكومة حيال هذا الجانب الإنساني بالذات، سواء من ضغوطات للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي أو في محاولة يعني تسير عجلة المشاورات؟ هناك أفكار في المحور الاقتصادي لكن سيتم نقاشها في خارج إطار المشاورات. لا. لأنه الطرف الانقلابي سيطر على بعض المؤسسات الإرادية، نهب المنظم للمؤسسات أدى إلى النتيجة التي وصلنا إليها حاليا. لكن هناك أفكار، بعض الخبراء الاقتصاديين من البنك الدولي تم وضع بعض الأفكار، وسيتم نقاشها مع الحكومة خارج إطار المشاورات.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور معين عبد الملك، عضو فريق المشاورات الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ صالح. أستاذ صالح، يعني كنا نتحدث عن كيف أن ميليشيا الحوثية تنقلب على كل الاتفاقات، وكان ربما آخر حديث عن لجنة المعتقلين يعني التي ربما هي متحركة نوعا ما، ومع ذلك تحدث الدكتور معين أنها بلغ استياءها قبل يومين أنه يتم الحديث عنهم كرهائن، يتم يعني وضعهم في نفس خانة المعتقلين أسرى الحرب. ما تعليقك؟ طبعا بالعودة إلى ما حدث في اللجنة، إن اللجنة خرجت بأربع محاور رئيسية. نعم. للبدء في عملية الإسراع في هذا الملف، وكانت النقاط هي العمل على بناء الثقة، وبناء الثقة على المدى القصير وعلى المدى الطويل، وإيجاد آلية تنفيذ لتبادل الإفراج عن المعتقلين أو الأسرى بنسبة 50%، على أن يكون ذلك قبل رمضان، وهذا يعني إطار زمني جميل. الثالثة، كان يقوم كل طرف بتحديد القوائم المطلوبة، بحيث أنه هناك قوائم سياسيين وقوائم أسرى. والبند الرابع كان تعطى الأولوية للحالات الإنسانية. تمام. كانت كل هذه عبارة عن مبادئ عامة، لم يتم الخوض في التفاصيل. وكما ذكرنا، كنا دائما نردد أن الخوف من التفاصيل، لأن الشيطان الحوثي يكمن في التفاصيل الصغيرة والبسيطة. كما ذكر الدكتور معين، لم يجد شيء يتلكى فيه أو يماطل فيه غير الدخول في تفاصيل صغيرة كهذه. نعم. طيب أستاذ صالح، هناك من يطرح أن تركيز الانقلاب على انقسام السلطة يعني يعد أنه يعتبرها كغنيمة، هل فعلا هذا ما حصل في المشاورات، أنه يريد فعلا الوصول إلى السلطة دون النقاش أو آلية كيف يمكن ذلك؟ ما تردد لنا، وده من الغرف المغلقة، وده معلومات أكد يعني أؤكدها لكم، أنه حتى المبعوث الدولي بدأ يتعاطى مع هذه المسألة، أنه لماذا لا تكون هناك حكومة وفاق وشراكة، وبالتالي الخلافات حتى الآن في هل تكون الحكومة قبل تسليم السلاح وعودة الدولة، أو أن الحكومة نفسها تبدأ تعيد الدولة وتبدأ يتم تسليم السلاح لهذه الحكومة. يعني في شيء مقلق من ما يحدث اليوم، وخاصة من خلال هذا المقترح. ما هو المقلق في الأمر؟ يعني ما الذي المقلق؟ نعم. أن يدخل هؤلاء القتلة شركاء، يدخلوا شراكة في الحكومة. ما مدى إمكانية ذلك أستاذ صالح من خلال يعني وجودك في المشاورات؟ هل تتوقع أنهم يستطيعون فرض ذلك؟ قيام المبعوث الدولي بالإشارة لهذا الموضوع ووضعه على الطاولة يبعث على القلق. بس أنا الآن قبل دقائق معدودة أو قبل لحظات كان في لقاء جمع وزير الخارجية الكويتي بوزير الخارجية أو بالوفد اليمني والشرعي، وكذلك بوفد الميليشيات الحوثي صالح. وطبعا واضح أنه كان فحوى الحديث أو فحوى اللقاء يتلخص حول صميم هذا الموضوع، هل بالإمكان الخروج من هذا المأزق من خلال الموافقة على حكومة شراكة، وبالتالي إفراغ القرار 22/16. وكما كان لنا حديث مع السفير الروسي في المطار، وتحدث مع مجموعة من الصحفيين وكنت أنا أحدهم، أشار أن القرار 22/16 لم يعد ذلك القرار الذي يجب أن يتحدثوا أو يجب أن يستمر الحديث فيه، يجب أن يكون هناك قرار آخر أكثر أو أقل ليونة. طيب يعني بهذا الشكل استطاعت ميليشيا الحوثي وصالح أن تفرض شروطها وإفراغ فعلا القرار 22/16 من مضمونه، إذا هم الآن المجتمع الدولي بدأ يتحدث عن قرار آخر أكثر ليونة. هذا المجتمع الدولي، لكن الوفد عبد الملك المخلافي وكذلك جميع أعضاء الوفد يرون أن أي تنازل عن المرجعية الثلاث هو بمثابة يعني الدخول في الخطوط الحمراء التي لا يمكن السماح فيها. نعم. إذن اسمح لنا أستاذ صالح أن يكون معنا أيضا الأستاذ محمد جميح المحلل السياسي عبر الهاتف من لندن. مساء الخير أستاذ محمد. هلا، مساء النور.
دكتور محمد، عفوا، يعني هلا حدثتنا اولا عن رايك فيما يجري حول هذه او هذا الركود الحاصل في مشاورات الكويت، وايضا الخطى المتعثره التي تصيب المشاورات بين اونه واخرى. طبعا المفاوضات يراد لها جانب من الديناميكيه والحركيه التي يفترض ان تتمتع بها الاطراف السياسيه، والاطراف السياسيه هي يعني تتحرك ديناميكيا على وفق التحرك الديناميكي على الارض. هناك ركود على الارض، وهذا الركود يفضي الى الركود الموجود في قاعات المفاوضات. اليوم المجتمع الدولي فيما يبدو لا يتجه نحو حل يفضي الى تطبيق القرار الدولي، واصبحت هذه الامور ربما من الوضوح بمكان لا يمكن ان يخطئه المراقب. يريد المجتمع الدولي ان يشرك جماعة انقلابية وصفها في قراره الدولي بالانقلاب جنبا إلى جنب مع حكومة وصفها بأنها حكومة شرعية، ودعا الجماعة المنقلبة إلى العودة عن انقلابها. يبدو أنه بين تاريخ اتخاذ القرار 22/16 وما جرى بعده جرت مياه كثيرة تحت الجسر كما يقال، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي ربما وإن لم يكن ذلك بشكل معلن وإنما ربما يطرح في دوائر دبلوماسية محددة يسعى إلى نوع من التطبيق المرن للقرار الدولي، ولا يطرح بشكل علني صراحة اليوم التوجه إلى قرار دولي آخر، لأنه لم وإن كان يطرح في بعض الكواليس بشكل محدود، لكن في المحصلة النهائية أتصور أن عوامل كثيرة أدت إلى ذلك، نأخذ حسم عدم يقين او عدم اطمئنان المجتمع الدولي الى ما افضت اليه نتائج الضربات الجويه فيما يخص تحرير المدن التي كانت المقاومه قد حررتها والجيش الوطني، وبالتالي المجتمع الدولي اليوم ينظر الى عدن على استدلال على انها ليست المدينه المثاليه فيما يخص تحرير المدن الاخرى، وربما راى المجتمع الدولي بان الدوله العميقه ممثله لصالح والغطاء الحوثي ربما كان التعاطي معهم بشكل أفضل يضمن للمجتمع الدولي مصالحه فيما يخص الرؤية الأمنية التي ينظر المجتمع الدولي إلى اليمن من خلالها، يعني رؤية الحرب على الإرهاب. نعم، طيب دكتور محمد، يعني أنت كنت أشرت يعني في أحد مقالاتك حول التصريحات الأخيرة للجبير، وقلت أنها يعني هي رسالة للحوثي للابتعاد عن إيران وصالح، على ماذا بنيت وجهة النظر هذه؟ عفوا لو تعيد السؤال. يعني حضرتك كتبت في احد مقالاتك يعني حول التصريحات الاخيره للجبير، يعني تقول بانها هي عباره انها رساله للحوثي ان يبتعدوا عن ايران وصالح، اود ان اعرف منك على اي اساس بنيت وجهه النظر هذه. طبعا هذا شيء واضح من اليوم الاول، عندما ذهب الحوثيون الى السعوديه كانت السياسه المتوخاه، وأنا هنا لا أتحدث عن المجتمع الدولي وإنما أتحدث عن السياسة السعودية، هي إبعاد صالح عن إبعاد الحوثي عن صالح وإبعاد الحوثي أيضا عن الإيرانيين، وهذا معنى يعني الطراوة في التعبيرات السياسية السعودية هذه الأيام للحوثيين من أجل إبعادهم عن صالح عن إيران. نعم دكتور، دكتور محمد تسمعوني؟ فقدنا الاتصال، سنعود التواصل بك دكتور محمد، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. إذا مشاهدينا الكرام، أيضا أستاذ صالح الحميدي ابقوا معنا، سنذهب لفاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ صالح معنا. أستاذ صالح، لو تحدثنا عن يعني الحديث عن تقاسم السلطة قبل استعادة الدولة، ما الذي يعني ذلك؟ ليس له تعليق غير ان هؤلاء ان يعني شهوه السلطان على عبد الله صالح او الحوثيين وصلت الى الذروه، ولا يهمهم دماء الشعب او ما التدمير الذي حصل في البلد، لا يهمهم غير تقاسم السلطه او البحث عن الجاه، يعني بتعبير ادق اصبحت شهوه السلطة تجعلهم يمارسون كل الشرور.
نعم. طيب استاذ صالح، لو يعني ماذا عن مغادرة الوفد الإعلامي للكويت؟ ما علاقته ذلك أو ما علاقة مغادرتهم بمسار المشاورات؟ من غادرهم أربع زملاء، واحتمال غدا كمان يغادر أربع زملاء آخرين، لا علاقة لهم يعني مغادرتهم ليست لها علاقة بفشل أو نجاح المشاورات. نحن نعرف أن نحن الآن اقتربنا من شهر رمضان، وأغلبيتهم ينتمون إلى قنوات ومواقع، يعني عودتهم كانت لظروف شخصية بحتة أو لظروف عملية تخصهم في تخص أعمالهم أو وظائفهم ولا تخص المشاورات. نعم، ألا يكون ذلك يعني سببا لتوقف عجلة المشاورات أو لنقل الركود الحاصل، فشعروا أنه لا جدوى من بقائهم؟ ما زالوا زملاء يتواصلون معنا، وزالوا يعني يعبرون عن آرائهم. نعم. بكل ما يحدث، ما زالوا يتابعوا كل المستجدات معنا، مثلا زملاء غمدة اليوسفي وكذا، حمزة الكمالي وكذا، عبد الله اسماعيل، ما زالوا يحللوا الأوضاع رغم أنهم غادروا قبل حوالي أسبوع أو عشرة أيام. نعم. من غادروا أمس كما قلت أقرب إلى الأمور الشخصية، منها إلى الابتعاد عن المشاورات. إذن طالما ذكرت شهر رمضان، يعني نتحدث عن الوضع الاقتصادي الذي يعني تمر به البلد، برأيك أستاذ صالح ألا يدرك طرفاء المشاورات ما الذي يحدث في البلد الآن من تدهور للريال اليمني، من ارتفاع للأسعار، قروب شهر رمضان المبارك، رغم الحالة الاقتصادية المتردية في البلاد؟ للأسف الميليشيات الانقلابية الحوثي صالح لا تعي حجم الكارثة التي تنتظر الشعب في حال استمروا في غيهم، استمروا في إراقة الدماء ومحاصرة المدن وضرب المدنيين. هناك تجار يشكون الآن من عدم توفر العملات الصعبة، والاحتياط النقدي كما نعرف وصل إلى 1,700,000,000، يعني صعب الاقتراب من هذا من الاحتياط النقدي، وبالتالي سيلجأ التجار هذا إلى أماكن أخرى، وهو ما يعني أن ترتفع الأسعار إلى 500%. نعم. يعني ممكن الدولار يصل إلى 500 ريال اليوم، أنت تحدثت أنه 310 ريال في ظل دخول رمضان في وضع كهذا دون توصل إلى حلول هنا في الكويت. نعم. أنا على ثقة أنه سيصل إلى 500 ريال، ودي كارثة جدا. نعم، أعود لنقاشها معك أستاذ صالح. اسمح لنا فقط أن يكون معنا أيضا العميد حسن الشهري، الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، أهلا وسهلا سيدة العميد. يعني في ظل التصريحات الدبلوماسية الأخيرة للجانب السعودي بخصوص ميليشيا الحوثي، هل نفهم من تلك التصريحات أن الموقف من القوى الانقلابية قد تغير؟ شكرا، تحية لكل المشاركين ولمشاهدي القناة. مرحبا. لا يمكن أن نتجه بهذا الاتجاه. أولا الآن الحوثيين كحزب أو كمنظمة هم إرهابيين رسمي في الدولة، لدى المملكة العربية السعودية. معالي الوزير عندما يتكلم هو يتكلم في السياسة. نعم. حقيقة هذا واقع أنهم جزء من النسيج اليمني، هم جيران، والتحليل يقول أستاذة ليس كالتحليل في مجال الرياضة أو خلافه. إسرائيل جار، إيران جار، أتكلم عن الجغرافيا فقط وليس عن إبداء حسن نوايا أو خلافه. نعم. إذن يعني هل نستطيع القول أن تلك التصريحات هي محاولة دبلوماسية فقط لجر الحوثي إلى مربع المشاورات السياسية في الكويت؟ هناك مطرقة وهناك جزرة. نعم. القوات كبيرة جدا دخلت اليومين هذه إلى مارب عبر من الحدود السعودية، وإذا لم تتغير طاولة أو زوايا تنعكس زوايا طاولة المفاوضات في الكويت مع الأسف التي تدور حول نفسها لو ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع، فأعتقد أنه حيفتح الباب الآخر وهو القوة لأنه الصوت المسموع. نعم، ما طبيعة تلك القوة سيادة العميد؟ أنا أعتقد أن قوات تم تدريبها في السعودية وفي الإمارات، وأيضا بشرية يعني. ضمن الأعمال قوات برية لا شك، ومدرعة وأيضا قادرة على أن تقوم بأعمال، لأنه الهدف النهائي هو استعادة هيبة الدولة، فإن لم تتم عبر طاولة المفاوضات والا القوات المسلحه ستقوم بهذا الدور.
يعني نفهم من كلامك سيدة العميد أن التحالف قد يدعم الحل العسكري إذا ما رفضت ميليشيا الحوثي الحلول السياسية؟ لا شك. نعم. طيب فيما يتعلق يعني لا سمح الله لو وصلوا إلى مرحلة تسوية سياسية دون يعني سحب سلاح ميليشيا الحوثي والبقاء عليهم كحزب لا في لبنان، ما خطورة ذلك برأيك؟ لا يمكن قبول ذلك. أولا لا يمكن قبول الميليشيات في اليمن سواء بقايا تبع صالح أو ميليشيات الحوثي، فهم عملاء لا يمكن قبولها، ولا يمكن أن تقبل المملكة ولا دول التحالف أن يكون على حدودها حزب كما في لبنان بأي حال من الأحوال. لا يمكن للشعب اليمني ولا الحكومة اليمنية أن تبقي مثل هؤلاء، هم جزء من اليمن لا شك، ولكن عليهم يتراجعوا خطوات كثيرة إلى الوراء، فالشعب اليمني أحق أن يحكم نفسه. نعم. طيب في ظل تماطلهم أستاذ سيادة العميد، يعني هل تتوقع أن يمكن أن يخرجوا إلى حل سياسي وهم يتلاعبون حتى على مستوى أمام المجتمع الدولي وأمام أيضا مجلس الأمن مثلا بولد الشيخ، هل يمكن أن مبعوث الأمم المتحدة، هل يمكن أن يقبلوا بحلول بهذا الشكل وهو لا توجد ضغوط حقيقية عليهم؟ مع الأسف هم يستعرضون مناوراتهم السياسية بحضور مندوب الأمم المتحدة. الأمم المتحدة مع الأسف في نظري أنا شخصيا موقفها ضبابي غير محايدة، لو كانت محايدة كانت فرضت قرار مجلس الأمن 22/16 بفقراته كاملة، ومن لا يستجيب ينقل ذلك إلى مجلس الأمن يعلن فشله أنه المؤتمر فشل، تنسحب الحكومة تتخذ قرار والانسحاب المؤتمر، يعلن فشل المؤتمر إسماعيل الدشيخ يذهب إلى الدول التي أصدرت القرار ويتجهون إلى الباب السابع. هذه الخطوات العملية السليمة التي يجب أن تتخذ. أما أن تتبع المناورات السياسية، فأنا الشك والظن الآن باتجاه الأمم المتحدة كوجه آخر للحوثيين. طيب ماذا عن تصريح سفير روسيا؟ يعني تحدث معنا ضيفنا الأستاذ صالح الحميدي وهو إعلامي من الكويت، أن سفير روسيا تحدث أن هذا القرار لابد يعني لا يجب التعويل عليه كثيرا، قرار 22/16، ويجب أن يكون هناك قرار أكثر ليونة. ما رأيك إذا كان يعني مثل هذه الآراء ربما تدار أو يسمع بها الحوثي وبالتالي هو يفرض شروطه بهذا الشكل؟ روسيا لم تكن شريك إيجابي مع الأسف في المنطقة في كثير من القرارات سواء في الشام أو في خلافها. اليمن لم تعارض، إنما بقت على الحياد، فأنا أعتقد أنه مثل هذا كانت مناورة سياسية لا تقدم ولا تؤخر. نعم. إذن شكرا جزيلا لك سيدة العميد حسن الشهري الخبير العسكري الاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ صالح، كنا نتحدث عن المسألة الاقتصادية، ولكن اسمح لنا قبل الخوض فيها أو العودة إليها أن نعلق على حديث العميد حسن الشهري. يعني هناك قوات دخلت إلى مأرب في حال رفضت ميليشيا الحوثي وصالح القبول بالحلول السياسية، ربما نعود ل الحلول العسكرية، ما رأيك؟ أستطيع أن أقول أنه خلال الأيام الماضية بدأ الحديث بشكل أكثر وضوح وبأكثر علانية أن الخيار العسكري ممكن هو يكون الأنسب. نعم. انسداد الأفق السياسي يبعث من جديد البحث عن ولكن اسمح لي أستاذ صالح، يعني لم يجدي حلا الخيار السياسي طوال عام كامل، هل سنعود إلى نفس الدائرة بالحروب التي ربما تتسع رقعتها على الشعب اليمني دون وجود حلول حقيقية على الأرض، مع الإشارة إلى أن القوات التي دخلت إلى مأرب هي قوات يمنية كما تحدث الأستاذ العميد حسن الشهري تم تدريبها في الخارج؟ نعم. الخيار العسكري القرار 22/16 أعطى فرصة للحاسب العسكري، لكن لم يكن الجيش أو القيادة الشعبية جاهزة، لم يكن لدينا التجهيز الكامل لخوض هذه المعركة. الآن خلال هذه الفترة الماضية استعد الجيش استعداد صحيح، التحالف لديه الدعم اللوجستي والدعم بالطيران أقوى، ولذلك أنا أعتقد أن الحاسب العسكري سيكون أسهل بكثير من الحل السياسي. نعم. إذن في ظل الانهيار الاقتصادي ربما الذي يعني كنا نتحدث عنه، أيهما أسرع برأيك، الحل السياسي أم العسكري لإنقاذ ما يحدث؟
الحل السياسي سيستغرق وقت طويل جدا، وخاصة في ظل المراوغة التي تنتهج الأسلوب الإيراني. فمعروف الأسلوب الإيراني في المفاوضات السلاح النووي أنه جلس حوالي 9 سنوات أو 10 سنوات. هؤلاء يمارسوا نفس الدور من الخداع والتضليل والعرقلة، وبالتالي نجدهم يشدوا الحبل ثم نعم. ولكن أيضا الحل العسكري لم يكن بالقصير طوال المدة السابقة، هل قدم أي حلول حقيقية؟ هو قدم حلول تكاد تكون بالمحافظات الجنوبية الشرقية، لكن ما يحدث مثلا على عبد الله صالح بالذات كتعز، مثلا هناك انتقام على عبد الله صالح بتعز، وهناك أيضا هناك تخاذل كبير من قبل الحكومة والتحالف في اتجاه تعز، يعني ربما لم يعد الأمر خافيا على أحد. تعز عاشت الفترة دي خذلان كبير جدا جدا، وحتى عندما انتصرت الانتصار المعنوي اللي حدث قبل الأشهر كان يجب أن يعزز هذا الانتصار، لكن الانتقام عند الحوثي وعلي عبد الله صالح المخلوع علي عبد الله صالح يعني كرس كل قواته وكل ما تبقى لديه من أسلحة لتدمير تعز، لأن الانتقام كان أكبر من أي شيء بالنسبة لتعز. نعم. طيب أستاذ صالح، يعني ربما قبل الاتصال كنت تتحدث أيضا عن أن الدور الآر سيرتفع أكثر في ظل انهيار أشد للعملة، وربما أنت تتفق مع ما قاله مراقبون اقتصاديون أن الارتفاع اللافت للدولار مقابل العملة مؤشر خطير قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد اليمني فعليا. هو كارثة لا تقل كارثية عن الحرب. نعم. ولذا الملاحظ أن الوفد الحكومي هي يعني عمل الكثير أو يحاول وضع الكثير من المعالجات السريعة لمثل هذه الكارثة في ظل تعنت وفد الميليشيات الانقلابية. فمثلا سبق للوفد الحكومي أن التقى أكثر من مرة خلال الفترة الماضية مع قيادات البنك الدولي، وقدم له شرح كامل عما يعاني اليمن وما تمارسه الميليشيات والذي وصل حد الكارثة كما قلت. نعم. ألا يفترض إذن بتقديم خطط اقتصادية من قبل الحكومة لإنقاذ الوضع في الداخل، خاصة يعني ونحن نعلم أن الميليشيا مطبقة على كثير من الأماكن الإرادية للبلد؟ قدموا ما يشبه الرؤية. أولا قدموا الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة عن قيام الميليشيات بتدمير المنشآت وتعطيل المؤسسات والمضاربة بالعملة والنفط في السوق السوداء. كانت دي أهم رؤية قدموها أولا كآثار، ثم بدأوا يتحدثوا. هناك أكثر من خبير اقتصادي يعمل الآن مع البنك الدولي حول هذا الموضوع بالذات، وهناك رؤية ستقدم أعتقد في الأيام القليلة القادمة لإنقاذ الاقتصاد، بس مربوطة دي بالبنك المركزي والبنك الدولي. نعم. طيب إذن أستاذ صالح، في ظل الركود اللي حصل على صعيد المشاورات السياسية وأيضا للأسف شديد التدهور الاقتصادي للبلد الذي يزيد يوما بعد يوم، كيف تقرأ مستقبل المشاورات في ظل ما يحصل؟ كل شيء كارثي، الوضع الاقتصادي كارثي، الحرب كارثة، المشاورات كارثة للأسف الشديد. يعني إذن للأسف أنا لم أكن أريد، كنت أتمنى أن أعطي المشاهد الكريم شيء من الأمل، لكن ما أرى على أرض الواقع لا يبعث على الأمل. ولذلك أعتقد أن دعوة لكل مواطن أن يبدأ يتحرك من الميدان. هذه الميليشيات بحاجة إلى أن تطرد من كل القرى من كل المدن. يجب أن يتحول كل أبناء الشعب إلى كتلة واحدة للوقوف ضد هذه الميليشيات الانقلابية. ما لم فإن الوضع سيكون أصعب، كل يوم أصعب من اليوم الذي قبله. إذن تتوقع أن يعني ينسحب الوفد الحكومي من المشاورات إذا ما ظل الحال على ما هو عليه؟ كل الضغوطات تمارس على الوفد الحكومي للبقاء، لكن سيجد نفسه الحكمة والصبر سينفذ. نعم. وبالتالي قد يغادر. اليوم لقاهم بالوزير الخارجي الكويتي هو بضمن يصب في خانة الضغط على الوفد للبقاء. الوفد استنفذ كل التنازلات ولم يبقى أمامه غير المغادرة.
نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ صالح الحميدي، كنت معنا عبر سكايب الإعلامي من الكويت. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام وللضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، دكتور معين عبد الملك عضو فريق المشاورات الحكومي، الدكتور محمد جميح المحلل السياسي، والعميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي. كما هو لكم مشاهدينا الكرام، بالتأكيد جميعنا نتمنى أن تصل الأمور إلى حل حقيقي يشعر المواطنين بالرضا وبالأمان في ظل كل ما يحدث، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي. لن نلتقيكم في حلقة قادمة، كونوا برعاية الله وأمنه.